الاخوان الحاضرين، انا طبعا امين عام نقابه الاطباء، اما الاخوان الحاضرين المشفى هم الدكتور بلال العزام، دكتور اسعد غزال، دكتور طارق التميمي، والدكتور هشام الفتيان. بالاضافه طبعا لوجودي انا الدكتور عبد الحفيظ الطوالبه امين عام نقابه الاطباء. كانت هناك اجراءات كثيره غير موجوده في لائحه 2008 ادرجت في لائحة 2018 حتى يستطيع المريض الانتفاع من لائحة الجذور من هذه الإجراءات. كان عندما يأتي المريض ويحتاج إلى إجراء معين، خاصة نحن نتكلم خاصة عن مرضى المؤمنين في شركات التأمين الخاصة وصناديق التأمين الخاصة، يحتاج إلى علاج معين، يحتاج إلى إجراء معين غير موجود في لائحة الأجور لعام 2008، يجري نقاش مع المفوضين في شركات التأمين هل نستطيع علاجه بهذا أم لا، فأصبح الطبيب خاضع في والمريض أيضا خاضع إلى اختيار نوع العلاج إلى مندوب التأمين الذي لا نعلم عندما نكلمه ما هو مؤهله. أنا دكتور طارق التميمي، عضو المجلس والمنسق للائحة وجوه 2018. مثل ما أفاد الدكتور أسعد غزال في الأسباب الموجبة لحدوث هذه التعديلات، بحب أعيد وأكرر على بعض النقاط. هذه التعديلات للتسعيرة ليس كما ورد في بعض القنوات والمحطات انها على تسعير 2016، انما هي تسعير ل 2008، فنتكلم عن 10 سنوات بتضخم واضح، يعني يعترف به البنك المركزي بانه تقريبا 32.5% دون حساب 2008. 2008 لوحدها كان في تضخم 14.5%، ودون حساب 2017. تاكد تماما انه الموضوع بيصيب الجميع، ونحن كنقابة أطباء لنا دور أيضا تطوعي خدمي بالنسبة للمجتمع، وهذا ما سنؤكد عليه في المرحلة القادمة. أي إنسان غير قادر، كل الأطباء بعياداتهم بينهم وبين الله ما يعلمه الجميع كيف أنهم يتعاونون مع غير القادرين، وتحصل كثيرا. لكن أنا بدي أقارنها بموضوع الكلف. الآن أنت لما تيجي ترفع علي فاتورة الكهرباء، فاتورة الكهرباء هي ليست علي في العيادة وعلي في الجسم في المنزل، فروق أسعار الوقود. اعترافات الوزير نفسه، وزير الصحة دكتور محمود الشياب، مع أنه اعترف في برنامج 60 دقيقة، اعترف بأن الكلف الصحية عم ترتفع بنسب مهولة في العالم كله. الآن أنت كيف ستتعامل مع الواقع هذا؟ نعم نقدر الظرف الصحي أو الظرف المالي الموجود وهو متأثر فيه من شريحة كبيرة من الأطباء، لكن ايضا يجب ان لا نظلم الاجراءات الغير موجوده والغير منصوص عليها قانونيا حتى نستطيع ضبط الامور بالصيغه التي تكرم جميع الاطراف، تكرم الطبيب وتكرم المريض. بالنسبه احنا كنا كاطباء، اي انسان غير قادر على العلاج نحن كاطباء واجبنا الانساني بيحتم علينا علاجه بدون مقابل، لكن هل لديه ما يثبت هذا؟ يعني يرجع ما بين الطبيب وما بين علاقته مع مريضه، وفي كثير من الإجراءات يتم التنازل عنها لمصلحة المريض من قبل الطبيب حتى تكون الأمور يعني في موازاتها. فزيادة الخمسة دنانير هذه تكاد تكون يعني زيادة عادلة وبسيطة مقابل هذا الطبيب عماله يعني يقدم خدماته للطبيب وبكل أريحية. الان تطلب منه فحوصات، راح يرجع ثاني يوم يشوفك على نفس الكشفيه، ما مش المفروض انه بيدفع كشفيه، احنا نتكلم دائما عن الامور اللي هي المفروضه، ولو اخذ منه كشفيه انا كنقابي راح انا اجازيه، ولو نطلب منه صوره ولو بعد اسبوع ولا 10 ايام ويجي يناقش هاي الصوره، وكثير من المراجعات بتكون اكثر من الزياره الاولى في 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 جلسته مع الطبيب، كل هذا يعتبر من ضمن الكشفيه. ننظر وجود القطاع الخاص فقط. ثاني شيء نتراجع عن اي لائحه، نحن الان اللائحه اللي اصدرناها او الفاعل الان قانون هي 2017، وهي في بعض بنودها اعلى من هذه اللائحه اللي 2018، انا قلت في المقدمه انه احنا اصدرنا 2017 واصبحت قانونا هي الساريه، وتفاوضنا مع لجان مع شركات تامين او من يمثل 70% منهم، واخذنا بملاحظاتهم واعددنا 2018.
هي اقل من 2017 اللي هي قانونا الان هي السائد. ايش سؤالك الثاني؟ السؤال الاخر ما هي نسبه الرفع؟ نسبه الرفع احنا في 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 نوعين من الاجراءات، اجراءات كانت في في لائحه الاجور 2008 تمام، تسعيرتها في هذاك الوقت كانت عاليه، هذه اضفنا عليها معدلات التضخم الرسميه. الاجراءات الاخرى في اجراءات كانت بخسه اصلا تسعيرتها في 2008، هاي جرى عليها تعديل بما يتناسب مع قيمتها الحقيقيه.